حيت كاينين بزاف ديال المشاكل في التكوين ديالنا كطلبه طب اسنان. لي صال ديال لي طرافو براتيك ديالنا فيهم مشاكل اللي هما ما يمكنش كتجي انت باش تخدم تعلم كتلقى بان الضو ما خدامش، كرسي مهرس، كيطلبوا منك ماتيريال اللي هو غالي انك تشريه. دوينا مع الجهات المعنيه باقي كنتسناو الحلول انهم يكونوا، داكشي علاش كنحتجوا اليوم. وهذا الشيء كيقيس جوده التكوين ديالنا كطلبه طب اسنان، يعني طبيب اسنان ديال الغد واش غادي يكون قاد انه يتكلف بواحد الباسيون، يعني يعطيه واحد لي تريتمون دو كاليتي. هادشي كامل داكشي علاش حنا اليوم دايرين هاد لو سيتين باش ندويو على الحقوق ديالنا. كنطالبوا انه غير الكراسه اللي كنجلسوا عليهم يتقادوا يتبدلوا، الضواو يتقادوا، واي حاجه اللي هي كتطلب منا حنا كتكون غاليه اننا نسريوها. راه ما يمكنش طالب في كليه الطب اللي هي عموميه انه يبقى تكون عنده يكون يعني يبقى يشري داك الماتيريال اللي هو غالي. راه حشومه، راه حنا غير طلبه، راه حتى ديك المنحه اللي كتعطانا راه كتعطانا حنا اخر وحدين في لي تخوا سيكل، زعما لي تخوا فيليير. راه حتى ديك المنحه اللي هي بسيطه ما كتعطاناش في وقتها، يعني راه ما فهمتش انا علاش شحال هذا والطلبه وما ساكتين على حقوقهم. جينا اليوم باش ندويو على حقوقنا، داكشي علاش اليوم جينا درنا هاد لو سيشن. ما دارت حتى هضرنا بزاف على لي كونديسيون، على الماتيريال اللي ما كيتعطاناش. كتجي خاصك تركز في واحد لاكت، زعما هذا هو هذه هي المسؤوليه ديال ان ايتيديون، خاصك تجي تركز في لاكت ديالك. انت عوض ما تجي تركز في لاكت ديالك كتمشي خاصك تبقى تفكر في الماتيريال واش كاين، واش الكرسي مقاد، ربعة السوايع ونص انت محل ظهرك كيضرك. شاد لو فونتوم، المهم حنا عندنا واحد لي فونتوم زعما هما لي فيتشور باسون لي خصنا نخدمو فيهم. كتجي خصك تبقى شادو برجليك، لي ساليتيك ما كاينينش، كدير البيل ديال التليفون ديالك ولا كتشري باش تبدا. لي توربين خاصك تبقى تبدل فيهم وسط لا سيونس كدير الكلوكس. ما بزاف كنطالبو بلي كونديسيون، زعما بغينا غير المينيموم هو اللي يصيب. مش بشي حاجه، بغينا الكراسي يتقادو، لي ساليتي كيكونوا، لي ماليت ديال لي توربين كونترون ولا داكشي تعطاونا، لي دوماتيغيل خاص تمشي تبقى تخمم عليهم، ولا تمشي تشريهم من عند لي شارلاتون داكشي، الوغ كو حنا في الفاكولتي ديال ميديسين دونتيغ، نورمالمون خاص السونتر هو اللي زعما يأثروا لينا لي دون، حنا خاصنا نمشيو نطلبو عليهم ولا نشريو. جينا نحتجوا اليوم على قبل عدم الرضا ديالنا على الماتيريال اللي كنخدموا به هنا في كليه طب الاسنان. انا سنه ثالثه كليه طب الاسنان، زعما فريمون كنخدموا في لي سياليتيك ما كاينينش، الكليراج كنخدموا في الظلام، كيخصك انت تمشي تشري بعض المرات الكليراج اللي كتخدموا به حنا ما تيكونش خدام. اما بعض المرات كنلقاو البريسيون باش كنخدموا هي انا ديكو جينا اليوم انا باش نحاولوا تغيير فريمون، كندوي مع الاداره وداك الشيء، ولكن ديما تيكونوا وعود ماشي ما تيداروش، بعض المرات تيداروا الون تيرم. حنا هنا جينا نديرو باش نقولوا ستوب صافي، خاص دوينا عطيتونا حلول، خاصهم يتصيبوا في واحد الوقيته باش لا فورماسيون تكون مزيانه. شنو عاوتاني؟ بحال دابا مثلا الماتيريال تيكون غالي بزاف، هذا بوان خصنا نلقاو ليه حل. مؤخرا كخصنا نشري واحد ليليم ب 750 درهم. غادي تجي تقول لواحد جاي داخل الكليه ديال ليطا ماشي مشكل تشري، ولكن 750 درهم غير حاجه من بزاف. بعض المرات في البلدي ديال العام كتقدر كاين اللي كيوصل 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم ديال الماتيريال، هادشي بزاف. ضروري اما تكون مساعده اما يلقاو لينا شي حل. مؤخرا كما قلت لكم خصنا نشري واحد لاليم ب 750 درهم، اللي في السنوات اللي فاتوا كانت زعما الاداره كتعاونوا فيها، دابا مابقاش كيعاونوا فيها. حنا جينا هنا بغينا نديروا حل هادشي.